السلام عليكم. انا كده مش الله عن البيتيوتري. اولا في مقدمه كده عن الاندوكراين بصفه عامه. اولا يعني ايه كلمه اندوكراين؟ قبل ما اعرف اندوكراين عايز اعرف يعني ايه كلمه اكسوكراين واوتوكراين وباراكراين. اكسوكراين معناها ان في غده معينه بتطلع السيكريشن بتاعها في دكت بتمشي في انبوبه في قناه، تمام؟ زي مثلا اللاكريمال جلاند بتمشي في قناه دمعيه، تمام؟ زي مثلا الميل جينيتال سيستم بيطلع مثلا السبرم بيمشي في قناه، عندك مثلا السويت جلاند بتمشي في قناه، تمام؟ ففي قنوات كده، في قنوات بتطلع السكريشن بتاع الجلاند، تمام؟ ده بنسميها اكسوكراين. اكسوكراين جلاند يعني غده لها قناه. طيب اندوكراين يعني غده صماء ما لهاش قناه، تمام؟ بتطلع السكريشن بتاعها يمشي في الدم يروح يشتغل على ديستانت اورجان، حاجه بعيده عنها خالص، زي مثلا البيتيوتري تطلع مثلا تطلع تي اس اتش يروح يشتغل على مين؟ على الثايرويد، يبقى يمشي بالدم، يمشي بالدم لحد ما يوصل للثايرويد. الثايرويد بعيده، الثايرويد موجوده في النك، البيتيوتري موجوده في المخ، موجوده فوق، تمام كده؟ يبقى بعيد عنها، ماشي؟ طب بنسميها اندوكراين. اندوكراين يعني معناها ان دي الغده بتطلع سكريشن معين بيمشي في الدم يروح يشتغل على ديستانت اورجان، تمام؟ اورجان بعيد عنها. طيب الباراكراين يعني بارا يعني جوار، يعني الاورجن او الحاجه اللي بتطلع السكريشن دي بتطلع حاجه تشتغل على الجيران بتاعها، تشتغل على حاجه جنبها. يعني مثلا عندي البلاد فيسل، البلاد فيسل في عندنا الاندوثيليال سيلز، الاندوثيليال سيلز تطلع حاجه اسمها النيتريك اوكسيد، تمام؟ النيتريك اوكسيد يشتغل على السموث ماسل سيل، السموث ماسل موجوده فين؟ موجوده في الجدار بتاع البلاد فيسل. يعني تنك انت عباره عن اندوثيليال سيلز، وتنك ميديا عباره عن السموث ماسل. الاندوثيليال سيلز طلعت مين؟ نيتريك اوكسيد. اشتغل على مين؟ على السموث ماسل اللي تحتيها يعني جنبها، تمام كده؟ يبقى اذا هي باراكراين، يعني حاجه اشتغلت جنبها، تمام؟ طيب كلمه اوتوكراين يعني ايه؟ كلمه اوتوكراين، اوتوكراين يعني ذاتي، يعني الحاجه بتطلع السكريشن تشتغل على نفسها. يعني مثلا البليتلت بتطلع من الصفائح الدمويه، بتطلع الاي دي بي اللي بيشتغل على الاي دي بي نفسها، اللي بيشتغل على البليتلت نفسها. يبقى البليتلت بتطلع اي دي بي، والاي دي بي يشتغل على البليتلت، يعمل بليتلت اجريجيشن عشان يعمل كواجيوليشن ويقفل النزيف ويوقف النزيف، تمام كده؟ يبقى البليتلت بتطلع الاي دي بي ادينوزين باي فوسفيت اللي يشتغل هو نفسه على البليتلت، تمام؟ طيب يعني بيشتغل على نفسها، نسميها الاوتوكراين فاشن. طيب الاندوكراين انا عايز اعرف اسم الغده، اسم الغده، تمام؟ واسم الهرمون، اسم الهرمون والفسيولوجي بتاعه، عايز اعرف بيطلع ازاي وكده، وعايز اعرف الاكشن بتاعه بيشتغل ازاي، ماشي؟ وعايز اعرف الريجوليشن اللي بيزوده واللي بيقلله، ماشي؟ يبقى انا عايز اعرف اسم الغده، اسم الهرمون اللي طالع منها، الاكشن بتاعه، الفسيولوجي بيطلع ازاي وكده، ريجوليشن اللي بيزوده واللي بيقلله. طيب عايز اعرف لما بيزيد ايه اللي بيحصل؟ يعني مثلا عايز اعرف الديس اوردر اللي عندي ده، هل الديس اوردر نتيجه لفرط الافراز، نتيجه لزياده في الافراز، ولا هي اللي نقص في الافراز، تمام؟ طيب عايز اعرف الايتيولوجي، السبب يعني لو كان فرط افراز، لو كان في هايبر سكريشن او لو كان في هايبو سكريشن، ايه السبب بتاعه؟ لو كان هايبر سكريشن غالبا ايه؟ غالبا الغده يعني ايه؟ تخنت شويه، حصل هايبر بليزيا او تيومر ادينوما، تمام؟ او دواء معين هايبروجينيك او بره مالجنت سندروم، في تيومر كده بيطلع ماده شبه الهرمون ده. ادي الغده مثلا، الغده دي ما بتطلعش حاجه، ولكن في تيومر في ورم بيطلع هرمون، بيطلع حاجه شبه الهرمون، نسميها بره مدينه سندروم، تمام؟ وفي اذرز. طيب الهايبو فانكشن حاجه تقلل السكريشن، تقلل السكريشن، تروما خبطت الجلاند، تيومر ورم عمال ياكل الجلاند، التي بي السل، التيبركلوزس ساركويدوزس هيموكروماتوزس نفس الوزن، التي بي يبقى تيبركلوزس ساركويدوزس هيموكروماتوزس، والتريتمنت يبقى كلهم حرف التي، تروما تيومر تي بي تريتمنت، والتي بي هفكرني في بلوز ساركويدوز هيموكروماتوزس واذر الراديشن، الراديشن تدمر الجلاند فتقلل السكريشن بتاعها. طيب الكلينيكال بيكشر انا هعرف الاكشن بتاع الهرمون، يعني الهرمون بيعمل كذا وكذا وكذا، عايز اعرف لما بيزيد، لما بيزيد ايه اللي بيحصل ولما بيقل ايه اللي بيحصل. لما بيزيد هقول الاكشن ولكن اكسجريشن، يعني مثلا هو بيكسر جلوكوز هيزيد اكسر جلوكوز، بيكسر بروتين هيزيد اكسر بروتين. طيب لما يقل الحاجه اللي كان بيكسرها هتفضل موجوده، يحصل ايه؟ ديبريشن للفانكشن. يعني مثلا كان بيكسر جلوكوز هلاقي جلوكوز عادي مش لاقي حاجه تكسره، كان بيكسر بروتين هلاقي بروتين عادي مش لاقي حاجه تكسره، تمام؟ طيب هلاقي كمان كلينيكال بيشر اوف جلوكوز، يعني مثلا لو كان السبب بتاع الهايبو او الهايبر سكريشن ده السبب تيومر هقول الكلينيكال بيشر بتاع التيومر. طيب وكمان بيأثر على السي ان سي، يعمل ديبريشن بولينيوروباثي الحاجات دي، تمام؟ طيب الانفستيجيشن حاجه اسمها ستاتيك ودايناميك، انا بقيس اول هرمون،
بقيسه الهرمون، بقيسه في الدم وفي اليورين، بقيسه في الدم واليورين ماشي. لما بقيسه في الدم حاجه اسمها ستاتيك ودايناميك، يبقى انا كده انا بقيس الهرمون، بقيس الهرمون يا اما في الدم يا اما في اليورين تمام. الدم بقيسه ستاتيك ودايناميك، ستاتيك انا بشوف الليفل بتاع الهرمون عالي او واطي تمام، وبقيسه اكتر من مره. ليه؟ عشان حاجه اسمها دايورنال فاريشن، في هرمونات بتطلع اكتر بالنهار، هرمونات بتطلع اكتر بالليل، فباخد بقيس اكتر من مره واخد متوسط تمام. طب الدايناميك، الدايناميك دي انا بشوف مثلا لو انا شاكك ان الغده دي فيها فرط افراز، فرط افراز يعني فيها هيبر هايبر فانكشن، هدي له حاجات تعمل انهبيشن، هدي له مواد تثبط من عمل الغده تمام كده. لو كان في تيومر الماده اللي انا هديها دي اللي انهبيشن نورمالي، نورمالي نورمالي، لو انا اديت ماده تعمل انهبيشن، لو انا اديت ماده تعمل تثبيط للسكريشن، الماده دي يعني هتبقى ليها افكت على الجلاند وتقلل فعلا السكريشن، هتقلل السكريشن فعلا، ولكن بما انه تيومر مش هيستجيب للانهبيتوري تيست. يعني مثلا الماده وليكن مثلا الجلوكوز، الجلوكوز ده بيعمل انهبيشن للجروث هرمون سكريشن تمام. لو في فرط افراز الجروث هرمون، يعني مثلا في اكروميجالي مثلا تمام، الجلوكوز نورمالي كان بيعمل انهبيشن للبيتيوتري ويخليها تقلل الجروث هرمون، بما ان في تيومر مش هيستجيب للجلوكوز، فبالتالي في الانهبيتوري تيست الحاجه اللي المفروض تعمل انهبيشن مش هتعمل انهبيشن، يبقى في ايه؟ في فرط افراز. طيب استنى حاجه، حاجه موجوده المفروض مثلا حاجه زي الايه؟ الارجينين، امينو اسيد مثلا، امينو اسيد، الامينو اسيد ده الجروث هرمون، الجروث هرمون كان بياخد الامينو اسيد دي ويركبها على بعضها كده ويعمل ايه؟ بروتينات تمام؟ يبقى اذا ايه؟ وحدات صغرى الامينو اسيد زي كده كتيره بيروح واخد الجروث هرمون واخدها ويعمل فيها بروتين، يبقى اذا الامينو اسيد، الامينو اسيد دي هي ستيميوليتوري للجروث هرمون سكريشن. لو اديت الامينو اسيد، لو اديت حاجه تعمل ستيميوليشن للسكريشن، لو اديت حاجه تعمل ستيميوليشن سكريشن وما استجابش، يبقى اذا في ايه؟ في نقص جروث هرمون، جروث هرمون مش مستجيب، هو لان هو الليفل بتاعه قليل تمام، فالافكت بتاع الاستيميوليشن مش جاي تمام. يبقى اذا لو في لو في هايبر فانكشن بعمل ستيميوليتور تيست، هايبر فانكشن بعمل انهبيتور تيست. طيب الهرمون الافكت، هرمون الافكت لقيت الهرمون مثلا بيعمل ايه؟ بيزود الصوديوم في الدم، بيزود البوتاسيوم في الدم، بيزود مش عارف ايه، بشوف الافكت بتاعه في الدم، بشوف ايه اللي ناقص او اللي زايد، بيزود الجلوكوز، بيزود البروتين، بقيس الحاجات اللي هو بيزودها او يقللها. الايمج، الايمج مع الاكس راي، سي تي، ام ار اي، سونار، اذر انفستيجيشن اكوردنج تو هرمون. التريتمنت لو هايبر، لو هايبر الاثنين سيمتوماتيك، لو هايبر وهايبو بديت سيمتوماتيك تريتمنت، لو هايبر لو في مثلا تيومر بشيله يبقى سيرجيكال تريتمنت، لو هايبو، هايبو يعني الافراز قليل مثلا جروث هرمون قليل، جروث هرمون قليل هديله جروث هرمون من بره تمام، الكورتيزون قليل هديله الكورتيزون من بره، يبقى عنده ايه؟ ريبليسمنت، عنده ايه؟ ريبليسمنت ماشي. نبدا في الغده معانا، او الغده معانا بسم الله البيتيوتري جلاند، الغده النخاميه بنسميها المايسترو، المايسترو ليه؟ لانها بتؤثر على كل الغدد الثانيه، هي دي المايسترو، هي ده المعالج الكبير اللي بيعطي اشاره ويتحكم في كل حاجه، يتحكم في الثيرويد، يتحكم في الجناد، يتحكم في البارا ثيرويد، لا يتحكم في الثيرويد والبارا والجناد، يتحكم في السوبر رينال وهكذا تمام. موجوده في موجوده حاجه اسمها السله تيرسيكا، السله تيرسيكا دي البادي اوف صناعي ماشي. وزن البيتيوتري 5 من 10 جرام تمام، كونكت بحاجه اسمها الهايبوثالامس عن طريق البوردر سيركيشن وعن طريق البيتيوتري ستوك، عندنا نيورال كولكشن، نيورال كونكشن و فينس كونكشن تمام. بتكون مفصلين انتيريور لوب وبوستيريور لوب، نبص كده مع بعض، ده كده السله ترسيكا، الاقي البيتيوتري بتبات بتنام في حته اسمها ايه؟ السله ترسيكا، السله ترسيكا اهو ده البادي اوف سمايل تمام. طيب وده كده ايه؟ لان البيتيوتري عباره عن ايه؟ عباره عن بوستيريور لوب وانتيريور لوب متصله بحاجه اسمها الهايبو ثالامس، دي كده الهايبو ثالامس تمام كده؟ دي الهايبو ثالامس. لو انا جيت بقى عشان مثلا نفهمها، انا عندي كده الهايبو ثالامس، الهايبو ثالامس ماشي؟ بيطلع حاجه اسمها منها الميديان ايمينانس، الميديان ايمينانس بيبقى كلكيع كده في الهايبو ثالامس، تروح نازله بيتيوتر ستوك زي ايه؟ زي حبل كده او ايه؟ بيتيوتر ايه؟ ستوك تمام؟ ينزل لي حاجه اسمها ايه؟ البوستيريو لوب. يبقى البوستيريو لوب بيبقى جاي منين؟ جاي من البيتيوتر، جاي من الهايبو ثالامس. هو اساسا البوستيريو لوب كان جزء من البرين بس حصل له انفجرينيشن وسقط لتحت تمام؟ طيب بعد كده في عندنا الانتيريور لوب، الانتيريور لوب بالشكل ده كده، ده كده ايه؟ الانتيريور تمام. الانتيريور متصل بالهايبوثالامس عن طريق اوعيه دمويه، نسميها ايه؟ اوعيه دمويه متصله ما بين الهايبوثالامس والبيتيوتري. البيتيوتري الاسم الثاني بتاعها هايبوفيسز، الاسم الثاني بتاعها هايبوفيسز تمام. فبنسميها التراكت او الـ او البين سيركيوليشن اللي ما بين الهايبوثالامس والايه؟ والهايبوفيسز. يبقى الهايبوثالامو هايبوفيزي بوردر سيركيوليشن تمام كده. طيب بما ان هنا البوستيريور لوب هو جزء لا يتجزأ، جزء من ايه؟ جزء من الهايبوثالامس، جزء من النيرف يعني جزء من السي ان اس تمام. فمتصل بالهايبوثالامس عن طريق مين؟ بالبيتيوتري ستوك.
نسميها الهايبوثالامو هايبوفيزيال نيورال كونكشن، تمام كده؟ هايبوثالامو هايبوفيزيال نيورال كونكشن. في حاجه اسمها الميديان ايمينانس، تمام كده؟ حته كده اسمها الميديان ايمينانس، ماشي؟ اصلا بيقول لك الامبريولوجي بتاع البيتيوتري دي كان عباره عن ايه؟ الامبريولوجي كان الانتيرو بيتيوتري بتيجي من الروف اوف ذا ماوس، ده كده ايه؟ ده كده ده كده اسمها ايه؟ الانتيريور بيتيوتري، وده كده ايه؟ البوستيريور بيتيوتري. الانتيريور بيبقى طالعه زي ايه؟ زي لوتش كده، لوتش من الروف بتاع النيزا كافيتي والروف بتاع الاورال كافيتي، بنسميه الراثكس لوتش، الراثكس لوتش، تمام؟ ده كده ايه؟ البوستيريور روف بيبقى انفاجينيشن من الداين كيفالون، انفاجينيشن من الداين كيفالون من البريم بينزل لتحت، يبقى اذا البوستيريور روف كانت موجوده فوق في السينيز حصل لها انفاجينيشن وسقطت لتحت. البوستيريور روف بتنزل والانتيريور روف بتطلع، تمام كده؟ بيتقابلوا في الحته دي كده ويكونوا بقى ايه؟ البوستيريور على بعضها، الانتيريور انتيريور والبوستيريور، تمام؟ فالانتيريور اصلها مين؟ اصلها جايه من تحت والبوستيريور جايه من فوق، تمام كده؟ عشان كده البوستيريور لوب كانت متصله بالبرين عن طريق النيورال كونكشن، اما الانتيريور لوب مش متصل بالبرين، فبنوصلها ازاي؟ عن طريق عن طريق ايه؟ الهايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، تمام؟ وليه بنسميها بورتال سيركوليشن؟ لان عندي هنا انا عندي مثلا ده كده حاجه اسمها السوبيريور اوسالميك، السوبيريور هايبوثالاميك والانفيريور هايبوثالاميك ارتري، السوبيريور هايبوثالاميك والانفيريور هايبوثالاميك ارتري. تدين كابيلاري بنسميها البرايمري كابيلاري، البرايمري كابيلاري. نورمالي الكابيلاري المفروض ايه؟ المفروض بتدي بعد كده الكابيلاري المفروض بتدي اللي اسمها ايه؟ تدي ايه؟ تدي بعد كده بنيود، اللي بتدي بعد كده فين، اللي بتصور في السيستم السيركوليشن، ولكن هنا الوضع مختلف شويه. الكابيلاري هتدي ارتري تاني، هتدي فيسل تاني، هتدي وعاء دموي تاني، الوعاء الدموي بيتفرع لكابيلاري تاني بنسميها السكندري كابيلاري، والسكندري كابيلاري تدي فين، تمام كده؟ ففي اثنين كابيلاري في محطه واحده، اثنين كابيلاري. المفروض الكابيلاري دي بتنتهي بعد كده في الدم سيركوليشن، لا، ده الكابيلاري ادت وعاء دموي تاني، ده كابيلاري تاني. ففي عندنا تو كونكشن او تو كولكشن، شبكتين من الكابيلاري، برايمري كابيلاري بالقصص والسكندري كابيلاري بالقصص، بنسميها البورتال سيركوليشن. البورتال سيركوليشن بتحصل في مش بتيتري بس، بتحصل في البتيتري، بتحصل في الليفر، بتحصل في الكدني، تمام؟ بتحصل عند الجي ار دي كده، البورتال سيركوليشن بتاعت الجي ار دي، ماشي؟ ماشي. يبقى دي كده ايه؟ البرايمري كابيلاري بلكسس والسكندري كابيلاري بلكسس، بيسموا الكونكشن ده بيوصل ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، بنسميه هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، تمام؟ واحنا قلنا كده الكونكشن بتاع البوستيريو بيتيوتري عباره عن نيورال كونكشن، ادي الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس، تمام؟ بينزل بعد كده بالميديان ايمينس اللي بينزل بالبيتيوتري سوك اللي بينزل بالبوستيريو لوب. كان في حاجه اسمها السوبرا اوبتيك نيوكليس والبارافنتريكولار نيوكليس. السوبرا اوبتيك نيوكليس ده بتصنع مين؟ حاجه اسمها الاي دي اتش، الاي دي اتش، ماشي؟ والبارافنتريكولار نيوكليس دي البارافنتريكولار نيوكليس بتصنع حاجه اسمها الاوكسيتوسن. الاوكسيتوسن بيبعتوا اعصاب نيرف للبوستيريو بيتيوتري. النيرف ده عباره اخره نيرف تيرمينال، النيرف تيرمينال نهايه العصب فيه حويصله فيزيكال. الفيزيكال دي بعد ما الاي دي اتش بيتخزن بيتصنع في البارامنتريكولار في السوبر اوبتيك نيوكليس، بيتصنع في السوبر اوبتيك نيوكليس في الهايبوثالاموس، بيتصنع الاي دي اتش ينزل بعد كده عن طريق الاكسون يوصل للنيرف تيرمينال ويتخزن في حويصله، في هنا الاي دي اتش، تمام؟ فاذا البوستيريو بيتوتري بتخزن مش بتصنع الاي دي اتش. بعد كده بارامنتريكولار نيوكليس بتصنع الاوكسيتوسين اللي بيمشي عن طريق نيرف عن طريق الاكسون كده لحد ما يوصل للنيرف تيرمينال في اخر حويصله، الحويصله دي فيها اوكسيتوسين، تمام كده؟ يبقى البوستيريور بيتوتري موجود فيها نيرف سيل. النيرف سيل هنا بنسميها البيتيوسايت، البيتيوسايت او الموديفايد استروسايت، موديفايد استروسايت، تمام كده؟ موجود فيها مين؟ موجود فيها الحويصلات اللي متخزن فيها الاي دي اتش والاوكسيتوسن اللي اتصنعه في الهايبوثالامس عن طريق البارف انتركنيكلاس سوبر اوبتيك نيوكليس، تمام؟ في حين ان الانتيريور بيتيوتري بتاخد الهرمونات بتاعتها، تاخد الهرمونات بتاعتها او تمام كده. هنعرف كمان شويه عن طريق مين؟ عن طريق فاسكولار كونكشن، عن طريق ايه؟ فاسكولار كونكشن، ماشي؟ طيب عن طريق فاسكولار كونكشن. طيب ايه بقى الفاسكولار كونكشن ده؟ عايزين نفهمه. لو انا عندي ده الهايبوثالاموس، ماشي؟ وادي كده الميديان ايمينس، وادي ده البيتيتر سوك، وادي كده البوستيريور لوب، ده خلص منه، تمام كده؟ طيب المفروض هنا في، المفروض هنا في الانتيريور لوب، الانتيريور لوب، ماشي؟ في هنا كونكشن. طبعا بقى في برايمري كابيلري والسكندري، برايمري والسكندري مالناش دعوه دلوقتي، مش عايزين نوجع دماغنا. يبقى دلوقتي ايه الهايبوثالاموس؟ هتطلع مين؟ هتطلع حاجه اسمها شويه هرمونات كده، شويه هرمونات الجروث هرمون، ريليسنج هرمون، يعني حاجات بتزود الجروث هرمون، جروث هرمون ريليسنج فاكتور، تمام؟ والجروث هرمون انهبيتوري فاكتور، انهبيتوري فاكتور اللي هو السوماتوستاتين، تمام؟ وبتطلع كمان ايه؟ الثايروبروبين،
ثايروتروبين ريليسنج هرمون، وبتطلع الجونادوتروبين ريليسنج هرمون، جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وبتطلع البرولاكتين انهبيتنج هرمون اللي هو الدوبامين. البرولاكتين انهبيتنج ايه هرمون، تمام؟ البرولاكتين اندر كومبليت انهبيشن، ماشي؟ طيب الهرمونات دي بتوصل في الدم لحد ما توصل للانتيريور بيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري عباره عن ايه؟ بعض الخلايا. قال لك المجموع الصبغ والانتيريور بيتيوتري لها خلايا بتصبغ وخلايا مش بتصبغ. الخلايا اللي مش بتصبغ يعني بتخاف من الصبغه، مش بتصبغ بنسميها الكروموفوب. فوب يعني مش بتخاف من الصبغه. ودي ان نون فانكشن، مش عارفين لها وظيفه، بس المشكله لما تكبر كانت تيومر تضغط على الانتيريور بيتيوتري وتؤثر على الخلايا الثانيه. كمان بيقولوا انها ريزرفوار لباقي الخلايا كده. طيب الكروموفيل دي خلايا الصبغه، تمام كده؟ في خلايا حمراء اسيلوفيل، وخلايا زرقاء ميزوفيل. الخلايا الحمراء دي الاسيلوفيل، السوماتوتروف واللاكتوتروف. السوماتو بتطلع جروث هرمون، اللاكتو بتطلع برولاكتين. طيب البيزوفيل في عندنا السيروتروف والجونادوتروف والكورتيكوتروف. السيروتروف هتطلع دي اس اتش، الجونادوتروف هتطلع اف اس اتش وال اتش، الكورتيكوتروف هتطلع اس دي اتش. ده مين؟ الخلايا بتاعت مين؟ الخلايا بتاعت الانتيريور بيتيوتري. عشان ما تلخبطش كده، احنا قلنا البوستيريور بيتيوتري خلص منها، تمام كده؟ بتخزن الحويصلات فيها اي دي اتش واكسبرسن، خلص منها، خلص. الانتيريور بيتيوتري متصله بالهايبوثالامس عن طريق فاسكولار كونكشن. حلو، هايبوثالامو هايبو سيربورت سيركوليشن. الهايبوثالامس تطلع بعض الهرمونات، الهرمونات دي هتؤثر بعد كده على مين؟ هتؤثر على البيتيوتري. البيتيوتري احنا قلنا هي الغده مايسترو، بس زي ما تقول كده كل كبير اللي مرش كبير بيشترك بيه. الانتيرو بيتيوتري هي الكبير بتاع باقي الغدد، ولكن لها الكبير بتاعها هايبوثالامس. هتطلع مين؟ هتطلع جليس جروس هرمون، ريليسنج هرمون او ريليسنج فاكتور، يعني حاجات بتزود الجروس هرمون. والجروس هرمون انهبيتنج فاكتور هو الصوماتوستاتين، والسيروتروبين ريليسنج فاكتور، والجونادوتروبين ريليسنج فاكتور، والدوبامين اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور. الحاجات دي بتمشي في الدم، تمشي في فاصل الميشن ده، وتوصل تمشي في الدم ده توصل للانتيريور بيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري فيها بعض الخلايا لما جم صبغوها في خلايا خلت الصبغه اسمها كروموفيل، خلايا ما خلتش الصبغه كروموفوب. الكروموفوب ان نون فانكشن، بس بيقولوا انها لما تكبر هتضغط على اللي حواليها، هتعمل مشكله في باقي الخلايا، يعني هتعمل مشكله في الكروموفيل يعني. والكروموفوب بيقولوا انها ريزرفوار للكروموفيل. الكروموفيل، طب الكروموفيل خلايا حمراء وزرقاء، الحمراء اسيلوفيل، هم مين؟ السوماتوتروف الجروث هرمون، والاكتوتروف البرولاكتين. بتطلع برولاكتين هنا بقى. السوماتوتروف هتاخد اشاره من مين؟ السوماتوتروف هتاخد اشاره من الجروث هرمون ريليسنج فاكتور والجروث هرمون انهبيتنج فاكتور اللي طلع من الهايبوثالامس. طب اللاكتوتروف دي بتطلع مين؟ برولاكتين. هتاخد اشاره من مين؟ هتاخد اشاره من الدوبامين اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور. طب البيزوفيل خلايا زرقاء، بيسيروتروف بتطلع تي اس اتش، هتاخد اشاره من مين؟ هتاخد اشاره من السيروتروبين ريليسنج فاكتور من الهايبوثالامس. طب الجونادوتروبين، الجونادوتروف هتطلع اف اس اتش وال اتش، هتاخد الاشاره من مين؟ هتاخد الاشاره من الكورتيكو، من الايه؟ من الجونادوتروف. طيب الكورتيكوتروبين ريليسنج، الكورتيكوتروف بتطلع اس دي اتش، هتاخد الاشاره من مين؟ من الكورتيكوتروف ريليسنج فاكتور. تمام كده؟ ماشي. بعد كده كل خليه من دول، كل واحد من دول هيتارجت، هيشتغل بطريقه معينه. الجروس هرمون هيعمل نمو، البرولاكتين ده بيعمل ميلك سكريشن، التي اس اتش بيأثر على الثايرويد خليها تطلع تي 3 بي 4 ثايروكسين، والاف اس اتش والاي اتش بتاع اللي بيطلع يشتغل على الجوناد ويطلع سكس هرمون ويعمل البيوبرتي ويعمل سكس كاركتر. طب الاس اتش ده هيشتغل على السوبرا رينال ويطلع خليها تطلع كورتيزون والدستيرون والسكس هرمون. وتمام كده؟ طيب يبقى احنا قلنا كده اهو. الانتيوب بيتكون من اللي هي اسمها الادينو هيبوكسس، الانتيريور بيسموها القديم هايبوكسس، البوستيريور بيسموها نيورو هايبوكسس، نيورو عشان هي ايه؟ جايه من نيورو كونكشن. ماشي، دي بتقسم ليه؟ كروموفوب، دي كروموفيل، اسيلوفيل وبيزوفيل زي ما احنا قلنا، تمام كده؟ كمان البيزوفيل احنا قلنا بتطلع الاف اس اتش والاي اتش والتي اس اتش، وبتطلع الاس دي اتش، وهتطلع كمان اثنين حاجه اسمها الام اس اتش والبيتا لايبوبروتين. الاثنين دول زي بعض، بس ده في الحيوانات، ده في الانسان. ده حيوانات وده انسان. الاثنين بيعملوا بيجمنتيشن في السكن، الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون والبيتا ريبوبروتين. ده في الحيوانات وده في الانسان بيعملوا بيجمنتيشن في السكن. البوستيريور والبيتيوتري بتخزن، احنا بتخزن مش سكريت، بتخزن الاي دي اتش والاوكسيتوسين. ماشي؟ طيب الهاي في كنترول بقى، مش احنا قلنا الهايبوثالامس البيتيوتري هي الكبير بتاعها الهايبوثالامس، الهايبوثالامس هتطلع ريليسنج فاكتور
وانهبيتنج فاكتور. انهبيتنج فاكتور اللي هو مين؟ بيقلل السكريشن بتاع الهرمون، زي مثلا الدوبامين اللي هو بيقول لك انهبيتنج فاكتور، زي السوماتوستاتين اللي هو جروث هرمون انهبيتنج فاكتور، تمام؟ طب الريليسنج فاكتور يعني بيزود افراز الهرمونات، الثايروتروبين ريليس فاكتور تي ار اتش، والكورتيكوتروبين ريليس هرمون، والجروث هرمون ريليس هرمون، والجوناديتروفين ريليس هرمون، والام اس اتش ريليس هرمون كمان، تمام؟ هيروح على البيتيوتري عشان يشغلوا الباقي الهرمونات، تمام؟ طيب الفاكتور دي ريجيليتد بايه؟ بتاثر بالسي ان اس، يعني الستريس والايموشن هتغير مستوى الهرمونات دي. كمان في حاجه اسمها الفيدباك، يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي الهايبوثالامس عند الهايبوثالامس هتطلع مثلا السيروتروبين ريليسنج فاكتور اللي هو تي ار اتش، هيروح يشتغل على مين؟ يشتغل على البيتيوتري الانتيريور بيتيوتري اللي هتطلع التي اس اتش، التي اس اتش هيشتغل على الثيرويد اللي هتطلع تي 3 وتي 4، هيمشي في الدم يعمل اكشن معين، تمام؟ دلوقتي لازم يبقى في توازن بالانس. دلوقتي ما ينفعش تي 3 وتي 4 تفضل موجوده في الدم يعني ايه وقت طويل، بتشتغل حبه وخلاص كده شكرا بقى، تي 3 المستوى بيعلى قوي بيعلى قوي، فبيعمل ايه بقى؟ يقول لها بس كفايه، يقول لها ايه؟ بس كفايه، يروح رايح على الانتيريو بيتوتري يقول لها بس كفايه او كده شكرا قللت تي اس اتش، تمام؟ يروح على الهايبوثالامس يقول لها بس شكرا قللت تي ار اتش، يعملها فيدباك ما كده ريجوليشن عشان هو زهق تعب خلاص بقى كده احنا عملنا شويه اللي علينا وشكرا على كده اتعشى تمام كده. طيب لو التي 3 وتي 4 راح للبيتيوتري وبيقلل التي اس اتش بنسميه شورت فيدباك، شورت فيدباك. لو التي 3 وتي 4 راح للهايبوثالامس وبيقول لها كفايه كده عشان تقلل التي ار اتش بنسميها اللونج فيدباك. وكمان ايه؟ ده كمان التي 3 وتي 4 ممكن يروح على الثايرويد ويقول لها كفايه كده وبطلي تطلعك ما تطلعيش تاني، فبنسميه الالترا شورت، الترا شورت ماشي، بنسميه الفيدباك عن طريق حاجه اسمها الداون ريجوليشن اوف ريسبتور، داون ريجوليشن اوف ريسبتور يقلل الريسبتور شويه او يعمل حاجه اسمها في حاجه بتشغل جي اي ريسبتور، مش مهم، المهم انه بيعمل ايه فيدباك وخلاص بيقلل السكريشن بتاع الهرمون ماشي. طيب عايز اعرف الفانكشن بتاع كل واحد، البروكتين بيعمل نرج سكريشن، الاف اس اتش تعمل ماتيوريشن جريفيان فوليكل في الفيميل، اما الميل يعمل سبرماتوجينيسيس، ال اتش في الفيميل يعمل اوفيوليشن، في الميل يعمل تستوستيرون فورميشن عن طريق تستس، الاس اتش يطعم يروح على السوبر رينا جلاند يخليها تطلع السوبر رينا كيف بتطلع كيف بتشتغل كيف بتكون من الزونا فاسيكولات ريتيكولارز والجلومريولوزا بتطلع الكورتيزون والتستيرون والاندروجين، كل واحد فيهم بيشتغل باكشن معين زي ما هنعرف بعدين ان شاء الله. الام اس اتش ده السكن بيجمنتيشن اللي شبه البيتا لايبوبروتين، والتي اس اتش ده بيروح على الفوليكل بتاعه الثيرويد خليها تطلع تي 3 وتي 4 اللي هو الثيروكسين، تمام؟ اول حاجه هنبدا في اول ديس اوردر اللي هو البيتيوتري لما بيزيد الجروس هرمون بيعمل حاجه اسمها الاكروميجالي. الاكروميجالي زياده جروس هرمون سكريشن افتر يونيون اوف ابيفيسس، الابيفيسس دي كان عندنا لونج بون، اللونج بون اهو تمام كده، اللونج بون كان في هنا الميتافيسس او الشاف تمام كده، وفي هنا اللونج اند اللي اسمها الابيفيسس تمام كده، في هنا القوشه حته الغضروف، قال لك بقى الابيفيسس هتلزق وهتمسك في الميتافيسس او هتمسك في اللونج هتمسك في الشفت يعني بنسميها يونيون اوف ابيفيسس. لو زار جروس هرمون سكريشن بعد اليونيون اوف ابيفيسس بيعمل اكروميجالي، لو قبل اليونيون اوف ابيفيسس هيعمل جيجانتزم، هيعمل جيجانتزم بعد كده، لو قبل اليونيون هيعمل جيجانتزم، لو بعد اليونيون هيعمل ايه؟ هيعمل اكروميجالي ماشي. طب الايتيولوجي اسيلو في الادينوم، تيومر في الخليه اللي بتطلع، تيومر في الخليه اللي بتطلع جروث هرمون، الخليه اللي بتطلع جروث هرمون بس، قال لك الاسيلوفيت دي ممكن تطلع جروث هرمون بس، ممكن تطلع جروث هرمون وبرولاكتين مع بعض تمام. طب او هايبوثالاميك ديس اوردر، الهايبوثالاميك كان بتطلع جروث هرمون ريليسنج فاكتور، ده اللي كان بيزود الاستيميوليشن بتاع السوماتوتروف عشان يخليها تطلع جروث هرمون كتير، لو زاد الجروث هرمون ريليسنج فاكتور هيروح يشتغل على السوماتوتروف يخليها تطلع جروث هرمون كتير، او لو قل الجروث هرمون انهبيتنج فاكتور اللي هو السوماتوستاتين، لو قل الانهبيشن يعني اكيد زود ستيميوليشن فهيزود برضه جروث هرمون. طيب في حاجه اسمها المن المالتو اندوكراين نيوبليزيا، نيوبليزيا بيبقى تيومر في اكتر من جلان، تيومر في البيتيتري والبارثايرويد والبنكريوس. طب في اكسترا بيتيتري ماس زي الايلت سيل تيومر، الجروث هرمون بيعمل ايه؟ الجروث هرمون بيعمل ايه؟ قال لك ده بولي بيبتايد هرمون، بولي بيبتايد هرمون تمام، قال لك بيشتغل عن طريق واسطه، هو نفسه ما عرفش يشتغل ليه؟ اصل الجروث هرمون شورت هاف لايف قال لك فبيعمل الواسطه بتاعته، بيضمن ان الاكشن بتاعه يفضل مستمر لفتره طويله، فيروح رايح على الليفر يخليه يصنع الواسطه بتاعته، الواسطه بتاعته بنسميها السوماتوستاتين سي،
او الانسولين لايك جروس فاكتور 1، يبقى تاني كده جروس هرمون عمره قصير وبيتكسر بسرعه في الدم، عشان يضمن الافكت بتاعه يستمر فتره اطول فتره ممكنه بيروح رايح على الليفر يخليه يصنع الوسطه بتاعته، نسميه سوماتوجين سي، زي ما تقول الويل بتاعه ابنه يعني، سوماتوجين سي او الانسولين لايك جروس فاكتور 1 ده اللي هيعمل الاكشن بتاع الجروس هرمون. انا عايز اعرف الاكشن بتاع الجروس هرمون بيعمل ايه؟ عايز اعرف الاكشن بتاع الجروس هرمون بيعمل ايه؟ على مستوى هو بيكسر جلوكوز او معلش لا هو دايابيتوجينيك بيزود جلوكوز بيزود جلوكوز تمام، لايبوليتيك بيكسر فات، وانابوليك بيصنع بروتين، ثاني كده زود جلوكوز ويزود بروتين ويكسر فات، زود جلوكوز دايابيتوجينيك يعني بيزود دايابيتس يعني تمام كده، وانابوليك بيزود تصنيع بروتين، ولايبوليتيك هيبقى كسر الفات تمام. طب يروح على الكربوهيدرات يعمل ايه بقى؟ يعمل جلوكونيوجينيسيس. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ يعني بيصنع جلوكوز من نون كربوهيدرات ماتيريال، يعني يجي على امينو اسيد بلاش امينو اسيد، يجي على الفات يصنع منها جلوكوز تمام كده، بنسميه جلوكونيوجينيسيس. نيو يعني جديد يعني، يبقى جلوكونيوجينيسيس بيصنعه من نون كربوهيدرات ماتيريال زي الفات. كمان بيقلل الابتيك اوف سيل، بيقلل الابتيك اوف جلوكوز. عندي خليه مثلا عايز تاكل جلوكوز يقول لها لا مش مديك حاجه، فالجلوكوز يعلى في الدم، جلوكوز ايه يعلى في الدم تمام كده. من بيعمل انسولين ريزيستنس، الانسولين عشان يشتغل على الخليه ويدخل الجلوكوز بيعمل انسولين ريزيستنس تمام كده، يعني ايه بيزود المقاومه ضد الانسولين بحيث ان الانسولين ما يعرفش يدخل جلوكوز، فالجلوكوز يزود يزيد في الدم تمام. يبقى بيزوده عن طريق ثلاث حاجات، جلوكونيوجينيسيس تصنيع جلوكوز من نون كربوهيدرات ماتيريال، وبيقلل الابتيك بيخليه مرتفع في الدم، وبيعمل انسولين ريزيستنس. الفات لايبوليتيك، الفات ايه لايبوليتيك ماشي. لايبوليتيك ازاي؟ بيروح بيستمر حاجه اسمها الهرمون سنسيتيف لايبيز، الجروس هرمون بيستميليت الهرمون سنسيتيف لايبيز اللي بيكسر التريجلسرايد للفري فاتي اسيد، الفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دي انا طب ليه؟ انا عايزها ليه؟ قال لك اولا هصنع منها جلوكوز، اعمل جلوكونيوجينيسيس، وكمان هستخدمها في هتخش في الانرجي تبع تعمل كيتون بودز، الكيتون بودز تديني انرجي. طب اشمعنى؟ قال لك عشان الجسم ما يلجاش للبروتين، ما يروحش للبروتين ويكسره عشان يطلع انرجي، لا ده هيكسر الفات بس، اصلا انا عايز اخد البروتين اصنعها، يعني اخده بقى عايز ازود مستوى البروتين. فعشان اضمن ان البروتين مش هيتكسر، عشان اضمن ان البروتين مش هيتكسر عشان انرجي، انا هخليه يلجا لمصدر ثاني للطاقه زي الفري فاتي اسيد، بيطلع كيتون بودز فبيعمل منه ايه؟ انرجي تمام؟ طيب التحام. بس المشكله بقى الفري فاتي اسيد لما تزيد في الليفر، لما تزيد في الليفر تعمل حاجه اسمها ايه؟ الفاتي ليفر. الفاتي ايه الليفر تمام، اصل الفري فاتي اسيد لازم عشان يحصل لها ميتابوليزم تخش الليفر تمام كده، عن طريق اللايبو بروتين والحاجات دي والميثيونين والكلام ده واللايبو ترويد فاكتورز والحاجات دي تمام. الفاتي ليفر لما الفاتي اسيد لما تخش الليفر كتير تعمل الفاتي ليفر. طب البروتين بيزود تصنيع البروتين انابوليك، طب عن طريق ايه؟ عن طريق من ان هو بيزود الامينو اسيد ابتيك، وليكن في مصر مثلا، مصر يزود الابتيك بامينو اسيد يخليها تدخل او تاخد امينو اسيد كتير تمام، ويقلل الكاتابوليزم، يقلل تكسير البروتين تمام، ويزود ترانسكريبشن يعني تصنيع الام ار ان اي من دي ان اي، ويزود الترانسليشن يعني الترجمه بتاعت البروتين تمام. ازاي؟ ادي مثلا دي خليه، اي خليه يبقى موجود فيها حاجه اسمها ايه؟ موجود فيها حاجه اسمها التيروزين كينيز ريسبتور، اسمه ايه؟ التيروزين كينيز ريسبتور تمام. وده في حاجه كمان اسمها الجاك ده اسمه الجينس كاينيز والتيروزين كاينيز ريسبتور، دول بيبقوا متفرقين. الجروس هرمون بيجي يجمعهم ازاي؟ لو انا عندي مثلا ده جروس هرمون، ادي الجروس هرمون تمام، هيمسك في الريسبتور بتاعه، هيروح داخل الخليه كده بالشكل ده. الريسبتور بتاع الجروس هرمون ده اكسترا سيلولار دومين وانترا سيلولار دومين، يعني جزء بره الخليه وجزء جوه الخليه تمام. ادي كده الجروس هرمون مسك في الريسبتور بتاعه تمام، هيروح رايح على مين؟ جروس هرمون يستميليت، معلش الجروس هرمون هو اللي بيستميليت الريسبتور ده كده جروس هرمون تمام كده، هيستميليت الريسبتور، هيروح جايب التيروزين كينيز ده واحده، ادي جروس التيروزين كينيز واحد كمان اهو تيروزين كينيز ده كده تيروزين كينيز ريسبتور تمام. الجروس هرمون بيعمل استميليشن تيروزين كينيز ريسبتور، بيخلي الجاك يمسك فيه، بيخلي الجاك اهو الجاك اهو يمسك فيه ماشي. لما مسك في الجاك عمل فوسفورايليشن للتيروزين كينيز تمام، لما حصل فوسفورايليشن للتيروزين كينيز هيعمل استميليشن لحاجه اسمها الاستات اختار ايه؟ السنجل ترانسديوسر اكتيفيتور اوف ترانسكريبشن، ستات
الاستاد ده هيروح رايح على مين؟ الاستاد بعد كده لما يحصل لما يمسك فيه تيروزين كينيز هيحصل ستيميليشن، هيفصل عن هيفصل عن التيروزين كينيز ويروح رايح على النيوكليوس، النيوكليوس جواها دي ان ايه تمام؟ هيستيميليت الدي ان ايه انه يحصل له ترانسكريبشن، هيصنع لك ام ار ان ايه، يبقى هيدور الترانسكريبشن، الام ار ان ايه هيعمل البروتين ترانسليشن تمام؟ يبقى هيزود الترانسكريبشن والترانسليشن. يبقى الجروث هرمون مسك في الريسبتور بتاعه اللي هو التيروزين كينيز الريسبتور ده، فمسك في الجاك، الجاك لما مسك فيه عمل حصل ستريليشن في التيروزين كينيز، فعمل ستريليشن للستات السينج ترانسدوسر اكتيفيت او ترانسكريبشن، هيروح على النيوكليس ويزود ترانسكريبشن يعني تصنيع الام ار ان اي من دي ان اي، وكذلك يعمل ترانسليشن اللي هو الترجمه ترجمه البروتين، فيزيد مين؟ هيزيد الامينو اسيد وهيزيد البروتين تمام كده؟ طيب اللي هو انا بقول لك على مين؟ على مستوى العظم اللي حواليه، على مستوى العظم هذا عظمه عليها مصل في سكين وسوفت تيشو وفيزرا، يبقى اذا هو بيزود الجروث بتاع العظم والمصل والفيزرا تمام، بيعمل كوندروجينيسيس واوستيوجينيسيس، بيزود الكوندرو الاكتيفيتي بتاعت الكوندرو بلس، الكوندرو بلس والاوستيو بلس تمام كده، كوندرو بلس والاوستيو بلس ماشي. طيب يبقى زود الاكتيفيتي بتاعت الكوندرو بلس والكوندرو سايت والكوندروسايت، هيعمل نيو بون فورميشن، يبقى كوندروسايت والكوندروبلاست والكوندروبلاست والكوندروسايت والاوستيوبلاست، هيدوب تعمل كوندروجينيسيس واوستيوجينيسيس، يعني تصنيع عظم جديد، تصنيع عظم جديد ماشي. طيب الالكترولايت بيعمل ايه؟ بيعمل سولت روتيشن، هو شبه الادرسيوم، هنعرف في حاجه اسمها الادرسيوم، بتقطع من سوبر ايون الجنان، بتعمل ايه؟ بتحبس الصوديوم، بتعمل صوديوم ريابسوربشن، وتعمل ايه؟ صوديوم موتر ريتينشن، هو شبه الادرسيوم ولكن مش بنفس القوه بتاعته، بيزود الكالسيوم ابسوربشن تمام، بيروح على رايح على البوتاسيوم والفوسفيت بيعلي النتيجه دي، البروتين سينس تصنيع البروتين بيزود الفوسفيت ويزود ايه ويزود البوتاسيوم، يبقى هو سولت ووتر ريتينشن، وزود الكالسيوم وزود البوتاسيوم والفوسفيت. طيب ايه اللي بيزود الايه اللي بيعمل ريجوليشن بجروث هرمون سيكريشن، اذا بيعمل ريجوليشن دي الجروث هرمون سيكريشن، عندي حاجات استيميولاتري وحاجات انهبيتوري، حاجات استيميولاتري الهايبوجلايسيميا لما ينقص الجلوكوز ينقص الجلوكوز، طب ليه؟ هو كان بيصنع جلوكوز جديد، يعني كان بيزود مستوى الجلوكوز في الدم، لما يلاقي الجلوكوز قليل يبقى اشتغل تمام كده، يبقى الجسم يتنبه ويطلع جلوكوز هرمون، لما يلاقي يحصل هايبوجلايسيميا الجسم يتنبه ويطلع جلوكوز هرمون عشان يعمل جلوكوجينيسيس ويقلل الابتيك في الخلايا ويعمل انسولين ريزيستنس، بحيث ان هو يعني يغطي النقص ده ويطلع من جلوكوز تمام. طيب فبالتالي لو انا اديته انسولين، الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، فالانسولين يعتبر ستيميليشن ستيميليشن للجلوكوز هرمون. طب الامينو اسيد هو كان بيصنع بروتين، فلو اديته امينو اسيد هيروح مركبها على بعضها ويعمل بروتينات، الارجينين لو اديته دي لو اديته في الجسم الجلوكوز هرمون هيشمشم كده يلاقي شويه امينو اسيد، يروح جاب الامينو اسيد ومجمعها على بعض يعمل بروتين تمام. فبالتالي الارجينين هو يعتبر ستيميولاتوري بالنسبه للجلوكوز هرمون. طب الاستريس والاكسرسايز تمام كده بتنشط الهايبوثالاموس فتطلع جلوكوز هرمون كتير. طب الاستروجين والالفا ريسبتور والدوبامين والجابا والسيروتون برضه بيستفيدوا بيزودوا الجلوكوز هرمون. طب ايه هم بيقولوا؟ لو في جلوكوز كتير، لو في جلوكوز كتير خلاص احنا انا مش محتاج جلوكوز هرمون، مع جلوكوز هرمون كان بيزود مستوى الجلوكوز. افرض انا في واحد عنده هايبر جلايسيميا هو مش محتاج جلوكوز هرمون في حاجه، فبالتالي جلوكوز هرمون هيقل، فالجلوكوز هرمون فالجلوكوز يعتبر انهبيتوري بالنسبه للجلوكوز هرمون. طب السوماتوستاتين، السوماتوستاتين كبير طبعا هايبوثالاموس عباره عن جلوكوز هرمون انهبيتوري فاكتور تمام كده، بيقلل الجلوكوز هرمون سكريشن تمام ماشي. في حاجه بقى ايه، احنا قلنا في حاجه اسمها النيجاتيف فيدباك، حاجه اسمها ايه النيجاتيف فيدباك، لما يزيد دلوقتي الجلوكوز هرمون اشتغل يعني بكثره تمام كده، والواسطه بتاعته اللي هو السوماتوجينسي ده زادت، السوماتوجين سي يزيد في الدم، فايه اللي بيحصل؟ يروح رايح على البيتيوتري يعمل انهبيشن للريسبتور بتاع الجلوكوز هرمون تمام، يعني ايش الريسبتور بتاع الجلوكوز هرمون، ويروح رايح على الهايبوثالاموس بيعمل ستيميليشن للسوماتوجين ريسبتور، السوماتوجين ريسبتور، السوماتوجين ريسبتور هي جي اي انهبيتوري، يبقى هو بينهبيت الجلوكوز هرمون ريسبتور وبيستيميليت السوماتوجين السوماتوستاتين ريسبتور عشان يقلل الجلوكوز هرمون ماشي. طيب ماشي. طب بالنسبه للكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر اوف ذا كوز يعني مثلا في تيومر هلاقي كيس انفكشن هيليك فوميتنج ريفيجن بيقولها بالتفصيل في النيورو تمام. باي تيمر هيمي انوجيا ليه؟ لو انا عندي مثلا ده الاوبتيكازما معديه في الحته دي كده، اوبتيكازما معديه في الحته دي ماشي، كان في هنا نيزل فايبر بتاع كل بتاع الناحيتين بتعمل ديكاستيشن في الحته دي، ابر فايبر ولور فايبر، ده لما بيبقى انترسيلر تيومر يضغط البيتيوتر بتضغط من جوه كده، تضغط على اللور فايبر تعمل بقى تعمل باي تيمر هيمي انوجيا، انا عندي مثلا كده ادي نيزل
وادي نيزل، ادي تيمورال وادي تيمورال، تمام؟ هيعمل ايه؟ باي تيمورال هيمي انوبيا، ولكن ضغط على الفايبر هيعمل ايه؟ ابر كوادرنتك باي تيمورال هيمي انوبيا، ماشي؟ طيب مانيفستيشن اوف انكريس ليفر هرمون، هقول الاكشن بتاع الهرمون ولكن اكستجريشن بيزيد قوي، تمام؟ ميتابوليك وبرولاكتين سينس، بص كده ميتابوليك وبرولاكتين سينس، ميتابوليك عن الكربوهيدرات كان بيعمل ايه؟ كان بيزود تركيز الجلوكوز فيعمل دايبيتس، تمام كده؟ في 38 حالات. طب الفات هو كان بيعمل ايه؟ بيكسر الفات، هيزيد تكسير الفات، تمام كده؟ هنعمل ايه؟ بص السبكتنس فات برينكل سكين بيبقى مجعد عشان السبكتنس فات ده اللي بيدي سبورت للسكين، تمام؟ يبقى سكين مجعد في الفور هيد والفيس، تمام؟ وجريزي عشان بيزود الاكتيفيتي ويعمل هايبر فيزيا في السويت جلاند والسبيشس جلاند، السويت تطلع عرق ميه والسبيشس طلع صيبه من حاجه زي الشمع كده او حاجه شبه الزيت، تمام كده؟ فبيبقى بيلمع، جلده رفيع عشان ايه؟ الفات قليل، وبيلمع عشان العرق وعشان الشمع والزيت، تمام كده؟ البروتين احنا قلنا انابوليك هيزود تصنيع بروتين، فبالتالي هيحصل اكسجريشن لتصنيع بروتين، فالبون العظمه تبقى كبيره، فالمصر تبقى كبيره، الفزره تبقى كبيره، تمام؟ بس بما ان حصل هنا يونيون اوف ايبيبسس مش هيعرف يطور العظمه، حصل هنا يونيون اوف ايبيبسس خلاص العظمه مش هتطور، هتطلع بالتنام بقى تكلجع، ماشي؟ طيب الكترولايت هيعمل سولت ووتر تنشن، سولت ووتر تنشن يعمل هايبر تنشن، الهايبر تنشن سببه ايه؟ الهايبر تنشن سببه ايه؟ سببه ثلاث حاجات، السولت ووتر تنشن تعمل هايبر بوليميا، الصوت ووتر تنشن تعمل هايبر بوليميا، ماشي؟ هتعمل هايبر تنشن، ماشي؟ وكمان بيحصل ايه؟ اندوثيليال سيل هايبر فريزي، فقالت على الاندوثيليال دي بتكبر، ماشي؟ وكمان سموث مصر هايبرتوفي اللي موجوده في الجدار بتاع الارتري، احنا قلنا الارتري كان موجود تونيك انتما ميديا ارتديشن، ادي الارتر اهو كان هنا تونيك انتما هتكبر، هيحصل هايبر فريزي، تضغط على اليومن تضايق اليومن تعمل هايبر تنشن، تمام؟ وكمان سموث مصر هايبرتوفي يعمل ريزيستنس فيعمل هايبر تنشن، يبقى ثلاث حاجات، الصوت ووتر تنشن تعمل هايبر بوليميا، والاندوثيليس الهايبر كريزيا والسموث مصر هايبر، تمام؟ كمان بيعمل هايبر كاليميا نتيجه مصر بيكس بيعمل اريتميا، ماشي؟ طيب البون، البون اللي بيحصل؟ البون هلاقي ايه؟ كل حاجه كبيره مثلا الايب فايل شبه القرد يعني او شبه الغوريلا بيبقى ايه؟ وشه كبير، ماشي؟ بيحصل فرانتال بوسنج نيزل برودنج، تمام كده؟ طيب البيج سكال راسه كبير، الفرانتال ساينس اللي هي الجيوب الانفيه دي كبيره، تمام؟ مليانه هواء، حاجه اسمها نيوماتيزيشن، طيب يعني مليانه هواء، سوبر اوربيتال ريدج الحواجب الحته اللي على الحاجب دي سوبر اوربيتال ريدج كبيره، الميرر بون، الميرر بون كبير، تمام؟ الميرر بون اللي هو الايه؟ اللي هو موجود في الجبهه ده، الماستويد اللي هو ورا الودان ده، تمام؟ والماكسيلا كمان بتكبر. طيب كمان دلوقتي مثلا دلوقتي العظمه مش عارف يطولها، مش عارف يطولها، فبيشتغل على مين؟ بيشتغل على الكارتج، يقول انه مش عارف يشتغل على الارتيكولا كارتج، اهو ده مثلا ده الارتيكولا كارتج موجود فيه الايبيبسس، تمام كده؟ وقال لك كمان هو مش بيشتغل على الارتيكولا اللي موجوده في الجوينت، لا بيشتغل على النون ارتيكولا، بيشتغل على السوفت تيشو زي مين؟ النيوز والاير والليب بتكبر، يبقى مناخيره كبيره، ودانه كبيره، لبس كبير، الطنج كبير، يعمل ماكرو جلوسيا، ماكرو جلوسيا ممكن يقفل الاير واي، يعمل سليب ابنيا، ممكن يعني ايه؟ يحصل له مشاكل. البروجنسيس اللور جو بيبقى بروتودد، بيبص لبره كده، بروميننت لور جو بنسميها البروجناتيزم. طيب اللاركس بيكبر ويتخن، بيعمل ايه؟ صوته تخين، هاسكي فويس. الايد الهاند بنسميها سبيد لايك شبه الرمح، بتبقى تخينه كده متعبره، تمام كده؟ اللارج وبلانت تيبس، تمام كده؟ كل شويه كل شويه يكبر ايده تكبر، الاقي مثلا لو في خاتم او كده يغيره، تمام؟ الجزمه لما اخذنا لما رجله تتخن، تمام كده؟ الجزمه هتبقى هتضيق عليه، كل شويه يغير الجزمه، كل شويه يغير الجزمه ويغير الخاتم، تمام؟ طيب كيفوزس من كتر البون جروس، يعني العظمه بتاعت الفيرتبرا نفسها تتخن وتكبر، تعمل كيفوزس اتب سيفير ديفورمتي، تمام كده؟ اوستيو استروزس الفيرتبرا هتحك في بعضها، هتحك في بعضها، لما تحك في بعضها تعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الاوستيو ارثرايتس ده، تمام كده؟ ويعمل نيو انفورميشن، يعني ممكن يعمل اوستيوفايت، تمام؟ ثيك سينوبيان ممبرين وسوولن جوينت، ماشي؟ ده الشكل الراجل اهو، الاقي بروجنسيزم، الاقي بلايك، برومانت ميلر بون، برومانت ماكسيلا، برومانت ماستويد، برومانت ماستويد، هلاقي في ادب الكيبوزس، تمام؟ بالشكل ده، هلاقي هنا زي ما احنا قلنا البروجنسيزم اهو، وادي هنا رينكل سكين اهو، رينكل سكين، تمام؟ وادي ايده كبيره، ايده كبيره، ماشي؟ وادي الليب كبيره، والنوز كبيره، والاير كبيره، ماشي؟ المصر في الاول بتبقى انكريس ان باور، بعد كده ديكريس ان باور، بيحصل ايه؟ ديكلاين ستيج، هتضعف، البذره كل حاجه كبرت، هيباتو سبينوميجالي، كارديوميجالي، هارت فيلير، تمام؟ اللارج الجلان، الجلان بتكبر، تمام؟ كمان بيحصل كلاكيع في الكولوم، كلاكيع اسمها ايه؟ البوليم، البوليم دي بتبقى كده كانسر، كولوم كانسر، تمام؟ البرولاكتين احنا قلنا الخليه اللي اسمها سوماتوتروف ممكن تطلع برولاكتين، ممكن تطلع يعني ممكن تطلع جروس مول بس، ممكن تطلع جروس مول وبرولاكتين، تمام؟ دي حاجه، ولكن البرولاكتين هنا بيزيد ليه؟ عشان سببين، يا اما يكون السوماتوتروف اللي كانت بتطلع جروس مول بتطلع جروس مول وشويه برولاكتين،
عشان كده انا ما حصل فيها تيومر طلعت جروس هرمون وطلعت بروليكتين زاد، او عشان انا لا السوماتوتروف لما كبرت ضغطت على البيتيوتري ستوك. البيتيوتري ستوك ضغط على مين؟ لا كان عندي الهايبو ثلاثة، الهايبو ثلاثة كان بتنزل بيتيوتري ستوك وراح على بيستيريو بيتيوتري تمام كده. طيب وفي عندنا هنا انتيريو بيتيوتري، الهايبو ثلاثة كان بتطلع الدوبامين اللي هو البرولاكتين انهبيتنج فاكتور، لما ضغط على البيتيوتري ستوك حصل ضغط كونفرشن على البيتيوتري ستوك، فهيقل الدوبامين او هيقل هيقل البرولاكتين انهبيتنج فاكتور، فالبرولاكتين هيعلى هايبر برولاكتينيميا على مستوى الميل يعني جينيكو ماستيا وجلاكتوريو تمام كده. طيب يعني بينزل لبن وجينيكو ماستيا يعني ايه؟ صدره بيكبر يعني صدره ايه بيكبر تمام، بيبقى تندر بالشكل ده كده، صدره بيكبر جينيكو ماستيا ماشي. طيب كمان الفيميل بيبقى منسترال امينوريا ومنسترال ديسترنس، وكمان بيحصل جلاكتوريا، جلاكتوريا بتحصل في فيميل مش متجوزه او فيميل مش ايه ما حملتش قبل كده تمام، جلاكتوريا ودي مشكله في الكوره، ممكن الكوره مثلا ما يعني ايه حصل عملت حاجه غلط وكده، فبالتالي ايه يعني صدرها بيكبر وايه وبتبدا ايه تنزل لبن جلاكتوريا وهي مش متجوزه تمام. هايبوجوناديزم بيحصل كمان هايبوجوناديزم عشان البرولاكتين لما بيطلع الانهبيشن بيعمل انهبيشن على الجونادوتروفين اللي بتعمل ديفلوبمنت للجوناد، ممكن يحصل دايبيتس ممكن يحصل دايبيتس انسيبيتس ماشي. طب السي ان اس بيحصل ايه؟ السي ان اس ايموشنال ليبرتي يحصل ديبريشن، شكله بقى وحش وشكله كده الناس بتضحك عليه وكده يحصل ديبريشن، كمان التيومر التيومر نفسه يعمل ديبريشن، التيومر او الادينوما دي بتعمل ديبريشن تمام. البريفرال نيورايتس يحصل ايه؟ شكشكه في الاول بعد كده يحصل البريفرال نيورايتس جراب اند سوك هيبوثيزيوم تمام، النيرف بيكبر ويكلك يعني يعمل انفستيشن نيوروباثي ودايبيتك نيوروباثي بيعمل ايه؟ اسكيميا اسكيميا على مستوى الفاز فازورم والفاز نيرفوزا تمام. طيب كاربال جام سندروم يضغط على الميديا نيرف فيعمل تنجلينج ونمص في الاندكس اوف ثام ويعمل كمان ايه؟ يعمل السيمر والهايبوثيمر اتروفي تمام؟ يضغط على السبانا كورد كمان يعمل ترسل تانل سندروم. طب بيموت من ايه؟ بيموت من سبيل ابنيه عشان لسانه كبير، لسانه كبير ممكن يضغط على يعمل ايه؟ كومبريشن في الاير واي تمام؟ كارديو فاسكولار هارت فيلير دايبيتس كودونيك بوليب تعمل ايه؟ تعمل كولون كانسر، كولون كانسر مع سكين تانكس. دي كده اربع اسباب لايه؟ للدس في الاكتوميجري. البريشر من الاكتشن للتيومر ممكن يعمل هيليك انكريس انتراكين تنشن ممكن يعمل بايتين وهيمونوبيا تمام؟ ماشي. الانفستيجيشن بيقيس الهرمون في الدم واليورين، الدم ستاتيك ستاتيك وديناميك، ستاتيك بقيس الهرمون بقيس جروس هرمون هتلاقيه عالي، هو نورمالي 1 ل 5 نانو جرام بر ام ال في الادلت و20 نانو جرام بر ام ال في التشيلدرن تمام، بس هنا بيقيسه اكتر من مره عشان يديهم نت فاريشن، بس يقول لك الجروس هرمون هو بيتكسر بسرعه، فانا بقيس افضل بقيس افضل السوماتوميدين سي او الانسولين جلايكوز، بقيس افضل حاجه بنقيس بنقيس السوماتوميدين سي عشان هو بيطول شويه تمام. طب الديناميك الديناميك ده انا بديله حاجات تعمل انهبيشن زي الجلوكوز، لو ما عملش انهبيشن يبقى اذا التيومر في تيومر في حاجات تزود في اكسسيف سيكريشن جروس هرمون مش مستجيبه للجلوكوز تمام، فبدي له اي جلوكوز بنسميه السبريشن تيست، الاقي اي جلوكوز ده سواء اديته الصبح او بالليل فمش هيعمل حاجه بنسميه جلوكوز تمام كده مش هيعمل اي حاجه. طيب الانسولين بايك بيقول لك بدي له جلوكوز السبريشن تيست بدي له الاول جلوكوز الاقي في الاكروميجيل نيجاتيف يعني ايه مش بيستجيب للجلوكوز ده فالجلوكوز هرمون هيفضل عالي مش هينقص تمام. طيب في الاوفر نايت فاستنج بخليه يصوم وبديله بعد كده جلوكوز تمام نورمالي المفروض يحصل سبريشن. طب في الاكروميجيلي هيفضل عالي هيفضل ايه عالي طب اكتر من 2 جرام بر ام ال. طب الهرمون الافكت الهرمون الافكت هيقيس جلوكوز اللي عالي تمام عشان هو كان بيعمل بيقلل الابتيك وبيعمل انسولين ريزيستنس وبيعمل جلوكونيجنسيس، هيقيس فري فاتي اسيد هي عالي عشان هو بيعمل لايبوليسيس، طب هيقيس الكالسيوم هي عالي عشان بيزود الكالسيوم ابسوربشن، هيقيس الفوسفيت هي عالي هيقيس البوتاسيوم هي عالي تمام. طيب الايمج الايمج بعمل اكس ري ام ار اي سونار. طيب عند السكال بعمل بعمل ايه اكس ري ام ار اي هلاقي وايد سيلا ترسيكا وايد سيلا ترسيكا تمام. طيب بعمل ايه اكس ري على السكال الاقي الكورتكس تخينه الاقي نيوماتيزيشن للفرنتساينس، الفرنتساينس اللي هي الجيوب الانفيه مليانه هواء عشان كده تمام كده اكسترنال اوكسيد بروتوبولس كبير الماستويد كبير البور نفسز اللي هو الايه اللور جو بروتودن الاقي وايد سيلا ترسيكا او رابشر كمان ممكن تفرقع او سيلا ترسيكا اللي بايته فيها البوتيتا ممكن تفرقع تمام. طيب الهاند بالاوستر تيكنج بالاوستر تيكنج الفرنجيز وطخت من الترم الفرنجيز بنسميها مشروم شيب بتبقى بالشكل ده كده يعني ايه الحته اللي في الاخر دي اللي هي الترم الفرنجيز بتتخن بتبقى شبه مشروم احنا هنشوفها دلوقتي تمام. او الارو هيد بنسميها شبه الارو شبه السهم السهم بيبقى بالشكل ده كده الراس بتاع السهم بتبقى بالشكل ده برضه هي مشروم شيب او الارو شيب. الاسباين بيزيد انتو بسيو دايما تبع في البوزس و اوستيو بروزس ممكن اعمل ايكو او اس جي الاقي في كاردينجل تمام اعمل كولونسكوبي الاقي في كولون بوليب وكانسر تمام ده شكل اهو ادي ديج مصلويد الاقي كمان الاقي هنا نيوماتيزيشن في الفرنتال سينما السيك كورتكس سيك كورتكس الكورتكس تخينه تمام. طيب هلاقي هنا الشادو بتاع السوفت تيشو المفروض النوز والليب والحاجات دي سوفت تيشو مش بتبان في الاشعه مش بتبان في الاشعه لها كارتريج او لها سوفت تيشو مش بتبان في الاشعه هنا لما كبرت قوي ممكن تبان
زي ما احنا شايفين كده اداء الموز والليب سوبر تيشو باين الشال بتاعها، باين الشادو بتاعها تمام. هنا اللارج سوبر اوربيتال رينج، اللارج ماكسيلا زي ما احنا شايفين كده تمام. طب هنا الترم فرانجيز اهو شبه مشروم، لو بصينا كده هلاقي شبه مشروم او شبه الارض، راس الايه؟ راس السهم اهو تمام كده. طيب في ايه تاني؟ بنقيس كمان، بنقيس السكنس بتاع السكن، قلناها في قلناها بجروس في الاطفال، بنقيس السكنس سكن فولد سكنس على الدورز اوف ذا هاند واللور بارك اوف ترايسبس، الاقي عادي الاقي عادي. ده انديكيت ان في مثلا ايه، ان في اكسسيف تيشو في الحته دي تمام. اكتر من 3.5 مللي لو واحد عنده 25 سنه، اكتر من 3 مللي لو واحد عنده 65 سنه، سجست الاكروميجلي. البيشن الاكوتي والبيشن فيه الاقي في بيتمر في انوبيا تمام. طيب التريتمنت سيمبتوماتيك تريتمنت يعني عالج الدايبيتس، عالج الهايبر تنشن، عالج الهايبوجونادزم. طيب السيرجيكال في تيومر اشيله، في تيومر اشيله بيشيله يا اما ترانسس فينويد يعني نخش بمنظار كده يعني ترانسس فينويد ويشيلوه، او اوبن يعني بيفتحوا مخه كده ويشيلوه، بس هو غالبا ترانسس فينويد بنسميها الهايبوفيزيكتومي. هايبوفيزيكتومي يعني بتزري، انا بشيل التيومر اللي في البيتري. راديو ثيرابي اللي هو ايه، علاج الاشعاع بعمله امتى؟ لو جروس هرمون عالي بعد السيرجري، بعد ما عملت العمليه لسه جروس هرمون عالي او في ريكرنس، او التيومر مش هقدر اشيله كله، مش هقدر اشيله كله ماشي. طيب التايبس اوف راديو ثيرابي، يا اما راديو ثيرابي بتدمر كل الخلايا الهيلز والنون هيلز بنسميها كونفشنال ثيرابي تمام. بتاخد وقت طويل عم تشتغل، وكمان بتعمل ديبريشن للانتيريور فانكشن، انها بتدمر الخلايا الجنسيه. طب الستيريوستاتيك راديو سيرجري او بنسميها جاما نايت، جاما نايت بتبقى تارجت على الخلايا بتاع التيومر بس بتاخد وقت طويل جدا تمام ماشي. بس برضه يعني بتبقى اسرع شويه من الكونفشنال، بس برضه وقت طويل انها مانس فور مانس كبير. الميديكال تريتمنت حاجات بتعاكس الجروث هرمون، بتعمل انتاجونيزم يعني بتعاكس، بتقلل من الفكر بتاع الجروث هرمون زي السوماتوستاتين. انا لو مش احنا قلنا ان في الجسم بتاعنا في سوماتوستاتين بيقلل جروث هرمون سكريشن، انا هدي حاجه شبه السوماتوستاتين تمام. دايما لو في مثلا ناس ما يقدرش يعملوا عمليه، ناس كبار مثلا، واحد كبير ما يقدرش يعمل عمليه تمام، هاي ريسك للسيرجري، او راديو ثيرابي، او عمل راديو ثيرابي وعمل سيرجري ولكن جروث هرمون لسه عالي تمام. بديل ايه؟ بديل اوبتيرجوتيد، ده السوماتوستاتين انا هو شبه السوماتوستاتين، بيقلل بيعمل شرينكج للتيومر بنسبه 50% ولكن هو غالي جدا، يعني هو بيقلل من التيومر 50% تمام، بس غالي، بيعمل نبذه، بيعمل ستيتورين ماشي، بياخد وقت طويل عشان يشتغل. انك لانريوتيد وباسيريوتيد ده شبه اوبتيرجوتيد واحسن منه كمان اللي هو الانالوجي. جروث هرمون ريسبتور انتاجونيزم، انا مش هدي حاجات تقلل جروث هرمون، انا هدي حاجات تقفل ريسبتور زي السوما ده، زي مين؟ السوما ده. طيب دوبامين اجونيزم ليه؟ عشان اقلل البرولاكتين، عشان اقلل البرولاكتين، مش الدوبامين كان البرولاكتين اللي بيفكر، انا عندي حاجات تقلل البرولاكتين تمام، بس بديه مع الصمات الاستاتين، يعني بيعمل سينرجيزم، بيزود الايفكت بتاعه، بيزود الايفكت بتاعه، زي البرومكريبتين بيقلل جروث هرمون الجنسين فاكتور تمام. والسيبروجولين، السيبروجولين ده الدراج اوف شويس، ده الدراج اوف شويس تمام كده. ممكن يحصل دايبيتس زي ما قلنا، ممكن دايبيتس تسببه ايه؟ جلوكوجينوجينيسيس ونقص الابتيك، ونقص نقص الابتيك تمام، وزياده انسولين ريزيستنس. طب ممكن يحصل كومبريشن على البيتري، يحصل ايه؟ بان هاي هايبوبوتيريزم، ممكن يحصل كومبريشن على البيتري، يحصل دايبيتس مسلس. طب الجاجنتزم معناها جروس هرمون سيكريشن عالي ولكن افتر بيفور يونيون اوف ايبيبسيس، يعني الايبيبسيس لسه ما لحمتش، الايبيبسيس لسه ما لحمتش، فممكن العظمه تطول تمام كده. تحصل ليه؟ نتيجه هايبر بليزيا في الاسلوفيت، تطلع جروس هرمون كتير او ادينوما ماشي. طب جنرالايز بيكتشر، الاقي العظم كبر، العظم هيطول وهيتخن، يعني المميز هنا ان العظم هيطول ماشي، يبقى السكيلتون هتطول كده. الميتافيس اوف لونج بون، يحصل ديسبروبورشنت دورفيزم، ديسبروبورشنت يعني طويل بس طول مش متناسب. ليه؟ الاسبان دي في حاجه اسمها الاسبان هايت، الهايت لو انا عندي مثلا راجل قد واحد اهو، قد واحد ماشي، ادي ايده ودي ترانك ودي لورين. الهايت انا بقيس الهايت من اول كده كراون لحد الاخر تمام كده. طيب بيسموا من اول الكراون، من اول فوق يعني، من اول فوق لحد السيمس بيوبس بنسميها ابر سيجمنت، ابر سيجمنت، ومن السيمس بيوبس لحد تحت بنسميها لور سيجمنت ماشي. ولو فرد ايده على الاخر، لو فرد ايده على الاخر كده، هنجيب المسافه من الميدل فينجر للميدل فينجر للاوت ستريتش هاند، المسافه دي بنسميها الاسبان، المسافه دي بنسميها الاسبان. هيفرد ايده على الاخر، هيفرد على الاخر، هيجيب المسافه من الميدل فينجر للميدل فينجر بنسميها الاسبان. الهايت المسافه من الكراون لحد الاخر، بنقسم الهايت لنصين، نص من اول الكراون لحد السمس بيوبس بنسميها الابر سيجمنت، ونص من اول السمس بيوبس لحد الهيل لحد الكعب يعني بنسميها الاور سيجمنت تمام. هلاقي الاسبان اكتر من الهايت والاور سيجمنت اكتر من الابر سيجمنت، ده انديكيت ديسبربورشنت جايجانتزم تمام. طيب بعد كده بيحصل اكرونيجالي، الديفلوبمنت بتاع الاكرونيجالي نفس المانيفستيشن بتاعتنا تمام كده. طب الاند ستيج بعد كده بيحصل ويجن سباتيك وبيتيوتري، نتيجه البيتيوتري انسفشنسي.